يا الله، السلام عليكم. علم الأرقام والحروف بإذن الله تعالى. وصلنا إلى حرف النون. كل إنسان بداية اسمه حرف النون. شلون أحصنك؟ شلون أبعد عليك الأعمال الشيطانية؟ النفس، العين، الحسد، الطاقات السلبية، البركة، الراحة النفسية. أنت تريد حجاب ترتاح به نفسيا وتقول لي أبو علي ألف رحمة على والدك. قلنا كل إنسان بداية اسمه حرف النون. متوضي وبتجاهل قبله، قلم زعفران وورقة سادة ما يصير غير الزعفران. تكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا الله 7 مرات، بعدين تكتب الحرف مالتك اللي هو حرف النون تكتبه 50 مرة، بعدين تكتب يا علي مدد يا مهدي مدد، وجوا تكتب اسمك واسم امك واسم ابوك وعمرك. تطبق هذا الحجاب وضربه يب شفاف وتحمله وياك على شكل حجاب. ونقطه مهمه، الصلاه على محمد وعلى بيت محمد يوميه، تفر لي السبحه 10 مرات وتهديها الى بنت رسول الله سيده نساء العالمين مولاه الزهراء صلوات الله عليها. راح تشوف هدوء بحياتك وراحه واطمئنان ما شايفه بحياتك. ونقطة مهمة، لا تنسى والدي بخالص دعاكم. السلام عليكم ورحمة الله.